هاي جيرلز، هاي فانز، هاي ايفريون. حلقة النهاردة هتبقى عن الإريمز. الإريمز دي هي كلمة أو مجموعة كلمات لما بنسمعها بيبقى مقصود بيها حاجة مختلفة جدا عن المعنى الحقيقي بتاع الكلمات دي. يعني الإريمز دي مش بتترجم ترجمة حرفية، الإريمز دي موجودة في كل لغات العالم، بس كل بلد بيبقى ليها الكلمات بتاعتها حسب الثقافة والفكر بتاع البلد دي. يعني مثلا في الدول العربية عموما لما حد بيقول لحد انتي قمر، مش معناها القمر اللي موجود في السماء، لا معناها ان هي جميلة. فما ينفعش نقول او نترجم انتي قمر، ما ينفعش نقول you are a moon، لا هنقول you are beautiful. فالإريمز مش بتترجم أبدا ترجمة حرفية، بتترجم حسب المقصود. زي الإريمز اللي معانا النهاردة، the devil is in the details، الترجمة الحرفية بتاعتها يعني الشيطان في التفاصيل، بس لما نيجي نترجمها للغتنا أو لثقافتنا هنقول من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. يعني مثلا لو شفنا شخص شكله جميل جدا وكلامه جميل، بس لما نيجي نتعامل معاه نكتشف ان شكله غير طريقة تعامله والطريقة التعامل بتاعته مش كويسة، فبنقول من برا هلا هلا ومن جوه يعلم الله. برضو لو اشترينا مثلا حاجة او شفنا منتج من برا شكله مبهر، بس لما جينا نشتريه ونستعمله طلع مش كويس، برضو بنقول من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. فالمقابل بتاعها في الانجليش the devil is in the details. في برضو مجموعة كلمات تانية بنقولها في العربي او في الدول العربية، بنقول بيعمل من الحبة قبة. بيعمل من الحبة قبة يعني بيعمل من المشكلة الصغيرة او من اي موضوع تافه بيعمل منها حاجة كبيرة جدا، ويتكلم على الموضوع الصغير ده أكنها مشكلة كبيرة جدا. فازاي نقول بيعمل من الحب قبة بالإنجليش؟ بنقول make a mountain of a molehill، make a mountain of a molehill. يعني لو هنيجي نترجم الجملة دي ترجمة حرفية هنقول بيعمل جبل من حبة تراب صغيرة، بس المعنى المقصود ان هو بيعمل من المشكلة الصغيرة مشكلة كبيرة جدا وبيضخمها، يعني بيعمل من الحبة قبة. في إريمز كتير جدا في الانجليش، وان شاء الله هيبقى في حلقات جاية عن إريمز اكتر من كده. كان في برضو إريم قبل كده انا عملته، هسيب لكم لينك للإريم ده في الديسكريبشن بوكس. يا رب تكونوا استفدتوا من حلقة النهاردة، ولحد ما اشوفكم المرة الجاية اتمنى ليكوا كل خير. باي.